بالشهيوات انا غادي نبدا لك بالسردين معمر بالخضره والشعريه الصينيه. ايه بالنسبه للمقادير عندنا كيلو ديال السردين منقي، مهم. 3 ديال الضروس ديال الثومه، 2 خيزوات محكوكات، 2 قرعات محكوكات شعريه صينيه، قزبور ومعدنوس، ملح، ابزار، سكنجبير، كمون، خرقوم، الهريسة اختيارية، زيتون مقطع خضر، عصير حامضة، زيت بلدية. بالنسبة للطريقة كنشحروا الخيزو والقرعة في شوية الزيت والملح والإبزار وضريس ديال الثومة، كنرطبوا الشعرية في الماء، نقطعوها ونضيفوا لها الربيع والثومة والعطرية اللي ذكرت والزيتون مقطع مع الخضار اللي شحرنا وعصير حامضة. بالنسبة للطريقة كناخدو كل سردينة كنعمروها بالحشوة وكنغطيوها بسردينة أخرى، السيدة ليها الاختيار، أما كدوزهم في الشابلور وتقليهم أو لا تدخلهم الفران. بالنسبة لي غدخلهم الفران كتاخد اللاطة كدير فيها 2 مطيشات مقطعة دوائر، فلفلة خضر مقطعة دوائر، بطاطا كذلك مقطعة دوائر، كنستفو السردين كنديرو دوائر نتاع الحامض وزيت بلدية وندخلو الفران، ما كنديرو لا ماء لا والو لأن الحوت كيطلق الماء عندك وكذلك خضيرة. مطيشة. ايوه وتندخلو الفران وبصحة وراحة. لا يعطيك الصحة. وبالنسبة